بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوع حلقتنا: صل رحم أبيك ومعه صل رحم أمك، مع المحافظة على استقرار أسرته ومع المحافظة على استقرار أسرتك. صلة الرحم أمر بها الإسلام وفيها درجات ديال هذا الرحيم، واعلاها الدرجه هذه هو الوالدين ديالك، تصل الرحم ديالهم. ولكن مع هذه الصله هذه اللي هي مع الحفاظ على استقرار اسرته وعمل الحفاظ على استقرار اسرتك، هذا التي تسمى الاداب ديال صله الرحيم. والا غادي يولي هذا صله الرحيم فيه الاذيه لوالديك او فيه الاذيه للاسره ديالك انت من حيث لا تشعر. وهذا الشيء هذا اللي بغينا نبينوه للمسلمين، على اساس باش ما يمشيش يعتقد بانه راه تاقم الجرة ولكن راه هو تيدي الاثم. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. تيقول اودي وانا جيت صليت الرحيم مع الوالد وغادي يعطيني الرضاوي والوالده، وهو راه مشى داك الوالد داك الوالده لانه صل الرحيم وغياب الاداب ديال صله الرحيم، او صل الرحيم وتكرفص على المراه ديالو وعدم الاستقرار ديال الاسره ديالو. غادي نجيب واحد الواقعه لان بالمثال يتضح المقال، وقس ما ذكر على ما لم يذكر. صديق ديال رحمه الله عليه، رجل كبير في السن، سيدي الخطيب وواعظ وخدام موظف بسيط في المحكمة، عنده تبارك الله ولاد أطور، وتيجيو عنده في المناسبات ديال العيد الكبير ديال العيد الصغير، وتيجلسوا مدة هما جالسين تمايا وفرحانين بيناتهم، وما تيعتقدوا بأنهم راجعوا عند باهم وجاو عند أمهم وتيصلوا الرحيم وفرحانين مع راسهم. هاد الشخص هذا في حد ذاته مشى رغم المعلومات اللي عنده والعلم اللي عنده والمعرفة اللي عنده، حامل لكتاب الله وقرأ المتون، مشى للمجلس العلمي قال لي واش هذيك ضيافة النبي ثلاث أيام عندها شي أصل من الشريعة ولا ما عندهاش؟ قال لي عندها. قال لي هو عطيوني ورقة مكتوبة من خط يديكم ووقعوها باسم المجلس العلمي بأن هذه عندها واحد الأصل، بغيت نعطيها لولادي اللي جالسين مبركين عندي وما بغاش يمشيو هما ولادهم وجايبين القشلة. بداو هما تيضحكوا ما ردوش البال، ما عرفوش النفسانيات وما عرفوش الله يكون في العوان، موظف بسيط وكل واحد اطار وشادين يديهم وشادين جيابهم ما تيفتحوا حتى شي حاجه، وجالسين الحاجه اللي كانت هو كافيه هو والمراه ديالو، ولا دابا تيخصو يضربها في ربعه ولا خمسه، عاد دائماها هو جايب الماكله والشرب. فسيضحكوا عليه، بداو تيقولوها للناس، ومن هادو اللي قالوها قالوها لي انا. قال لك اودي اشنو كاين. ولكن حنا تخصنا نراعيو لان هنا غايب الاداب ديال صله الرحيم. فعطاو داك الورقه ومطبوعه باش يحتج على الوليدات ديالو. هاد الولاد اللي جايين راه جايين عند باهم، وهاد باهم راه دوز عليه واحد سنوات هو تيربي فيهم وتيتمرس، ودابا بقى هو والمراه ديالو او مرت باهم وغادي يستريح شي شويه. فبمعنى اين جيتي انت تصل الرحيم، ما تكرفش على باك وعلى امك ولا على مرت باك، خصك تراعي هاد الظروف هادي وتشوف واحد العادات ديال غادي تجي انت ويجي خوك وتجي اختك وكل واحد براجلها او بمرتو وبالولاد وبكل شيء. ايوا شوف انت واش عندو الغطي الكافي ديالك، واش عندو الفراش الكافي ديالك، واش الماكله والشراب كاين اللي غادي يوجدها في الوقت ديالها، ولا هذيك امك اللي هي ضربات عليك ثمره وغادي تزيد دابا واحد ثمره مضاعفه وانت راشط مع راسك وجاي على اساس انك بغيتي تدوز العيد. رد البال هنايا. فلهذا خصك شوف المسألة كيفاش دير، نتا وخوتك مزيان انتوما اجتمعتو تمايا وهذا هو المكب مزيان، ولكن راعي هذاك الاب اللي ما قدش يتلفظ، هذا راه هذا بالجرأة ديالو والصدق ديالو مشى باش غادي يتلفظ، ولكن كاين واحد اللي ما يقدش يتلفظ وملحق عليه العظم ومسكين ما قد لمن يشكي وعلى من يبكي. رد البال ايها الشاب، وانت ايتها الشابه اللي جايين تزوروا باكم ولا تزور امك ما عندها لا راجل لا والو، صافي مسكينه راه جالسه وتتنوض وتجلس وكل شيء وانتم مريحين مع راسكم، لا انتم ولا العرايسات ديالكم.
هنا نردوا البال، بمعنى اننا خصنا داك الايامات اللي غادي نجيو نتفقوا حنا الخوت ونقولوا اودي اولا تيخصنا نشوفوا المجال الاقتصادي. اشنو هو المجال الاقتصادي؟ المجال الاقتصادي هو كيفاش نفقوا هاد المده اللي حنايا غادي نجلسوا عند بانا. ها وحده كاين اللي تيجيو مثلا في العيد، العيد الكبير، وتيجيو يديروا الذبيحه وتيجيبوا معاهم الفريكويات صغار ديال سميتو في الطوموبيله، وتيقولوا لباهم وداكشي قطعوا لنا داكشي في الصلون وما تيقصوا منه حتى شي حاجه، كل شيء الحبه والبارود على ظهر المخزن، كل شيء ديال باه هو اللي تياكلوا الذبيحه ديالو كل شيء وتيديوه هما ديالهم. هنا تيخصنا تشوفوا المجال الاقتصادي هو الاول، ثم المجال الاجتماعي بالنسبه لهذيك الام ولا مرت باك، واش هي غادي تخدم؟ غادي يقول لك ايه كاينه العروسه وداكشي، هذيك العروسه اللي هي مرتك ومرت الاخر ومرت الاخر، انت جاي عطلان فيك مع راسك تتخرج يا سيدي مع راسك تمشي دير دوره وتجلس في القهوه مع اصدقاء ديالك وتذكر الايام السالفه اللي كنت عايش لان هذيك الدار ودوك الاصدقاء، ولكن المراه ما عندهاش، هي ما عندهاش عطله، هي راه جات من تماره صغيره اللي هي في الدار ديالها لتماره كبيره اللي هي عندها واحد القشله تمايا. تيخصك تراعي امك، تراعي مرت باك الا كانت، تراعي باك بالنسبه، تراعي هادوك بالنسبه للشقاء وتراعي الاخر بالنسبه للماده. شوف واحد المراه ديك المده اللي غتجلسوا فيها وغتقولوا لامكم ولا مرت باكم انتوما جلسوا وتقولوا لعيالاتكم انتوما استراحوا كيما حتى حنايا عطله، حتى انتوما راكم عطله، وتجي ديك المراه ونخلصوها بالجورني حتى هي راه تتقلب مسكينه باش غادي باش تاكل ولادها وكذا كذا، حتى هي غادي تخدم ومن بعد ذلك نعطيوها التغرات ديالها والجورني ديالها. هذا المجال. النقطه الاخرى تيديروها مالين العاصمه العلميه اللي هي فاس، نطلب الله عز وجل يرجع فاس الى سالف عزها، حيت يكونوا غاديين مسافرين عند العائلات ديالهم تيجيبوا في الطوموبيلات الكواش بحال دابا اللي تيكون البرد، تيجيبوا معاهم الكواش. ايوا انت دابا حيت جاي وخصك دابا ما تكفاش كاشي وحده مع البرد، خصك جوج كواش ولا ثلاثه الكواش، وجيبهم معاك، جيب ديالك وديال مرتك ديالك انت ومع مرتك وديال وليداتك، ما تحرش هادوك اش غادي يديروا؟ واش كاين شي كواش تيتكراو؟ راه غادي يتضر باش غادي يبقى باش يجيبو عند الجيران، حتى الجيران مساك الله كل في العوان على قد الحال. نردوا البال هذا، فلهذا صل رحم ابيك وصل رحم امك مع الحفاظ على استقرار اسرتهما، هذه وحده، ومع الحفاظ على استقرار اسرتك. هي اللي قلنا حيت جاي المراه، انت دابا جاي مع راسك وجاي عند باك وغادي تبين سيدي العروسه، وهي راه كانت تخدم على انت وياها وواحد الوليد ولا جوج، دابا راه غتمشي تنزل تمايا هلوسات وها مرت هذا وها مرت هذا وكلشي مجموع تمايا، وهذوك دابا كل وحده ما تترضاش بالاخرى، غادي يوقع شقاق. وحتى الا ما تكلماتش وحده راه عليك الاثم، الا كانت اللي من هذيك ما تكلماتش هي مرتك راه عليك الاثم انت ايها الزوج، لان ماشي دليل ان حيت ما تكلماتش معنى راها مريحه وصافي، الا ما قداتش مسكينه ولا ما عندها على من تشكي ولا على من تبكي، ما كاينش، قالت هذا الشيء هذا نصرفوا هذا المكتوب هكا. رد البال هذه النقطه الاخرى، فلهذا كيما انت جاي في عطله حتى هي راه عطله، حتى هي بغات تفوج على راسها، حتى هي بغات تخرج، حتى هي بغات دير البولفار وتمشي انت وياها، والوليدات هما جالسين عند جدهم وداكشي هذاك وتساراو باش تكون عطله وتراعي عاود الحاله ديال باك وديال امك. نقطه اخرى، انك انت استقلتي باسرتك، ماشي كل عطله انت جاي عند باك انت جاي عند امك انت دائما جاي عندهم، يوم من بعد جاي عندهم وغاديه معاك مرتك، ايوا دائما انت عند الوالدين ديالك في ديك البلاد وتتذكر الايام والصيبه وداكشي هذاك، وهي كيفاش غادي دير ليها؟ حتى هي راه بغات تتذكر الايام السالفه اللي كانت مع والديها والبلاد ديالها فاش تولدات وداكشي هذا، حتى هي خصها عندها حقها، وحتى الوليدات بغاو يشوفوا كيما شافوا الجد ديال باهم وجده ديال باهم، بغاو يشوفوا الجد ديال امهم وجده ديال امهم، معنى خصك توازي لانك اصبحت مستقلا بذاتك، ماشي دائما غير تكون العصله ها انت غادي عند والديك، ها انت غادي عند والديك، هذا مفاهيم خاطئه. الزيارات خصها تكون زر غبا تزداد حبا، فهاد الزياره زر غبا تزداد حبا مع مراعاه الجيب ديال الوالد ديالك وداكشي،
وحنا قلنا حيت تجي انت وخوتك وداك الشيء تضربوا الحساب وتقولوا ليه دابا حنا ما حدنا هنايا ما تصرفش على الوالد، حنا اللي غادي نصرفوا دابا، داك الشيء اللي غادي نصرفوه في ديورنا غادي نصرفوه هنا. والحمد لله غادي تكون غادي يفرح، يفرح الاب غادي يفرح ديك الساعه ويرضى عليكم واحد الرضا من القلب ديالو. اما الا ما كانش هاد الشيء هذا تيكون مضرور مسكين ويمشي يشد الكريدي وما كانش المال غادي يقولوا واش يقول لهم كيما هادو دابا نادو تيقولوا الكلام عليه، شوف هاد الخطيب والواعظ جاي لعندنا باغي واحد الورقه تكون مطبوعه تيتشكى من ولادو، اي ولادو او طرق الدين، وحتى واحد ما بغى يضرب يديه للجيب باش يعاون في هذاك المده ديال العطله، نتوما راكم في عطله هو راه في محنه وسماره. هكذا يجب ان نستحضر صله الرحيم مع اداب صله الرحيم للمحافظه على استقرار اسرتي الاب والام وعلى استقرار اسرتك من جهه زوجاتك حتى تستريح هي كذلك كما تستريح انت كذلك. والسلام عليكم ورحمة الله.